وحول خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية في اليمن ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. أكثر من 200 خرق من ميليشيا الحوثي منذ التوقيع على الهدنة الأممية، برأيكم ما الرسالة التي تريدها الميليشيا، تريد إيصالها لكافة الأطراف؟ المسألة تتعلق بالاستراتيجية الإيرانية في اليمن، وأيضا في كيفية استثمار كل الإجراءات المحلية أو الإقليمية والدولية. هناك إيران تدرك تماما أنه هنالك توجه غربي وإقليمي للحفاظ على الحوثيين في المنطقة، وبالتالي تلتقي مصالح إيران. إيران لا يمكن تقبل السلام، لديها مصالح استراتيجية ولن توقف المعارك حتى الحوثيين يسيطرون على تقريبا أكبر جزء ممكن من الجغرافيا، وإذا تمكنت حتى من الجغرافيا اليمنية برمتها. والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية أيضا من مصلحتها بقاء الحوثيين لتقليص الإسلام السياسي من جانب، والاستنزاف المملكة العربية السعودية ودول المنطقة من جانب آخر. إذن الحوثيين وإيران تدرك أن هناك توجه دولي للحفاظ عليهم، ولهذا ستلاحظ التوجه الدولي الضغط بشكل جديد لفتح مطار صنعاء ولوصول الوقود ولفتح قنوات سلام دون أي مقابل. الحوثيين بالمقابل يقومون استهداف الجيش الوطني، التقدم، عدم احترام الهدنة، مستمرين في رفض مبادرة السلام بشكل علني. الوضع مناسب للحوثيين من حيث أن المجلس القيادة هو منح الحوثيين فرصة لاستهدافه باعتبار أنه مجلس غير شرعي، وباعتباره تم تأسيسه من قبل ما حسب أدبياتهم بدول العدوان. إذن سيتم الاستمرار لاكتساب أكبر قدر ممكن من المكاسب في هذا التوقيت. إذن نحن أنا شخصيا غير متفاجئ من هذا، لأن لا توجد استراتيجية سلام للحوثيين. ثانيا، أن إيران إذا أوقفت الآن وذهبت للسلام، الملف الإيراني ما زال عالق. هناك الملف اللبناني، هناك العراق، هناك سوريا. إذن الملف اليمني ليس منفصل، هذا مرتبط بما سيتم الحوار حوله، مرتبط بأيضا ما يحدث في إسرائيل وفي المنطقة الأخرى. من لابد من وجود اتفاقيات لإيجاد واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي المسألة لا تتعلق بالحوثيين. تأخرت المملكة العربية السعودية بإنهاء الانقلاب، الآن نحن أمام واقع جديد. هذا الواقع الحوثيين استطاعوا فرض سيطرتهم أكثر. الرهان على السلام أعتقد رهان خاسر. بالعكس، الآن هم منحوا الحوثيين فرصة لالتقاط الأنفاس، منحوهم فرصة للتغيير. كلامك يدفعني للسؤال التالي دكتور، إذا كان تاريخ ميليشيا الحوثي حافل بخرق الهدن، وإذا لم يكن لديها استراتيجية سلام حقيقية كما تفضلتم، لماذا قبل المجلس القيادي الرئاسي بالتوقيع على الهدنة الأخيرة؟ وهل فشل هذه المحاولة قد يدفع المجلس الرئاسي إلى التفكير بطريقة أخرى؟ لا، المجلس الرئاسي مرتبط قراره ليس محليا، القرار مرتبط بدول التحالف، وبالتالي هناك حديث وتسريبات تتحدث عن بعض التوافقات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية والإمارات، بحيث أنه لا يتم استهدافها، بحيث أنه يتم في مرحلة لاحقة إيقاد مجلس قيادي جديد يضم الحوثيين. ولكن هذه الرؤية قاصرة إلا إذا كان هنالك هدف إلى تجزئة اليمن إلى 4 أجزاء: حضرموت، شمال، جنوب، وجماعة تشبه حزب الله في جزء من الجغرافيا مفصول عنها الساحل. بالتالي اليمن ستدخل مرحلة من تجزئة الجغرافيا، تعدد السلط، اقتطاع الساحل عنها لأسباب متعلقة. كما أن الحوثيين لاحظ سيفجرون الأوضاع، لأن هناك حديث الآن عن الإفراج عن جماعات وقيادات من تنظيم القاعدة، بحيث أن هذه الجماعات تقوم بإجراء عمليات وفراغات أمنية في جغرافية المسمى محررة أو التي تخضع للسلطة الشرعية وبقية المكونات. ومن هنا
سيكون الوضع مرتبك، سيصبح الحاجة للحوثيين أكثر باعتبار الحوثيين يواجهون القاعدة، يواجهون الدواعش، وبالتالي سيوجدون مسوغات للتعاون معهم من المجتمع الدولي. هناك من يقوم بخلط كل هذه الأوراق في الجغرافيا اليمنية، إذن هناك رهانات محلية، هناك رهانات إقلامية، هناك المجتمع الدولي ما زال لم تحم بعد لحظة إيجاد السلام في اليمن، ما زال لم يستثمر ذلك. إيران لم تصل، انظر الآن في لبنان معطلة، العراق معطل في الانتخاب الرئاسي، سوريا معطلة، اليمن لابد أن تتعطل. إيران لا تعيش إلا في هذا الأوضاع التي فيها الدولة مشلولة، والتي هي تحاول أن تكون فاعل غير الدولة بقوة الدولة، بمعنى أنها صحيح أنها حزب الله فاعل غير الدولة إلا أنه يسير الدولة، وكذلك الميليشيات في العراق، وكذلك الجماعات في سوريا. إذن نحن أمام يعني إيران تلعب على لعبة الفوضى المنظمة، أيضا تلعب على هذا الجزء وتتحاور مع الغرب على هذا الجانب. اليمنيين حتى الآن مجلسهم غير متناغم، بمعنى يحتاج إلى وقت، لأن رئيس المجلس الانتقالي أدى اليمين الدستورية دون أن يحترم مفردة الوحدة ومفردة النظام الجمهوري، وهذا دليل على أن هناك أيضا توجه أمام داخل مكونة المجلس الرئاسي إلى وجود أكثر من أجندة، وهذا له تداعيات خطيرة. كان من المفترض أنه أنا كنت ضد تأسيس مجلس انتقالي، كنت مع عودة السلطة الشرعية لأنها شرعية تستطيع أن تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، وبالتالي تستغل المرجعيات الدولية. نحن الآن أمام مرجعيات جديدة قطعت مع المرجعيات السابقة، سيتم إيجاد وثائق جديدة، وسيتم الحديث في المستقبل للمرجعيات الثلاث لن تعد يعني مرجعيات تستند عليها، نظرا لتحول القوى في الجغرافيا، ونظرا لوجود أكثر من مكون. وهذه المكونات الموجودة الآن داخل المجلس القيادي لم تكن موجودة، هي تم صناعتها من قبل. هل تعتقد دكتور أن المرجعيات الجديدة والتطورات الجديدة التي حصلت في المشهد اليمني صبت بشكل أساسي في مصلحة الميليشيا الحوثي؟ طبعا هي صبت في إطار أولا عندما نتحدث عن قوات الساحل ببرا قوات صالح الموجودة في الساحل، نحن نتحدث عن قوات يعني قرارها في الإمارات العربية المتحدة ولاءها غير منضبطة في الجيش. عندما نتحدث عن المجلس الانتقالي نتحدث عن مجلس تبع الإمارات، عندما نتحدث عن جزيرة سقطرة، هل هذا المجلس المعين سيتحدث عن سقطرة وسيتحدث عن ميناء عدن؟ سيتم إيجاد ماذا؟ سيتم تحسين مستوى الاقتصادي للمواطنين، سيتم إيجاد نوع من العيش المقبول بحيث المواطن يقل النقمة، لكن الوضع سيظل هش وضعيف لفترة طويلة حتى تستثمر دول التحالف ما جاءت من أجله لليمن، وحتى الدول الكبرى في الخارج أيضا تستنزف الدول الخليج، وبنفس الوقت تستطيع أن تتواجد في الداخل، لأن الملف القاعدة سوف يتحرك والاغتيالات سوف تعود، الحوثيين سيقلبون هذه الطاولة. نحن نعلم ماذا النظام السوري في فترة من الفترات أطلق سراح الجماعة التنظيمة المتطرفة، والحوثيين أطلقوا قبل أيام، وسوف يطلق كثير، وسوف تصنع أيضا جماعة متطرفة. الواقع اليمني نموذج في غاية الخطورة، ونحن نشاهد ونوجه الرسالة أيضا لدول الخليج العربي، النموذج في العراق واضح ومشاهد ونحن نخسر كل يوم، النموذج في لبنان واضح معطل، النموذج في سوريا واضح. إذن لماذا ننقل هذه النماذج ونقوم بتشكيل نموذج جديد في خاصرة دول الخليج العربي، وهي نقطة لابد من إنهائها قبل التوجه للعراق، قبل التوجه لبيروت؟ نحن أمام موقف خطير، ولاحظ الآن ماذا يحدث في القدس، لاحظ ماذا يحدث من استنزاف في المنطقة، لاحظ هذا عدم وجود دولة عربية محورية أو دولة إسلامية محورية. نحن أمام المنطقة فاقدة لمركز وفاقدة أن تجد لها ممثلين وتلتف حولها الجماعات والدول أو حتى التوجهات الكبرى العربية والإسلامية. أشكرك جزيلا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء من أمستردام، شكرا لك مرة أخرى. شكرا.